يسعد كل اوقاتكم متابعي طقس العرب في المملكه العربيه السعوديه. نهار اليوم الثلاثاء بتسيطر اجواء حاره الى حاره جدا في عموم مناطق المملكه. رح نستعرض واياكم درجات الحراره المتوقع باذن الله فتره الافطار لهذا اليوم. بتسجل في العاصمه الرياض 37 درجه مئويه اجواء صافيه، نسبه الرطوبه 36% وسرعه الرياح 21 كيلومتر في الساعه. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في عموم مناطق المملكة. نبدأها كالعادة شمالاً وسكاكا 38 درجة مئوية أجواء حارة، 27 ليلاً عرعر بين 38 و27 واحتمالية لهطول زخات والأمطار الرعدية، وتبوك أيضاً 36 درجة مئوية واحتمالية لهطول زخات والأمطار الرعدية و24 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله. ننتقل إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة 40 درجة مئوية ودرجات حرارة عالية وأجواء حارة، 28 درجة مئوية بتسجلها ليلاً. مكة المكرمة درجات حرارة عالية أيضاً 40 نهاراً 31 ليلاً. جدة 35 نهاراً أجواء صافية ومشمسة 30 نهاراً. الطائف 29 نهاراً مع غيوم متفرقة و22 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله. ننتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 27 نهاراً احتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، 16 ليلاً. الباحة أجواء غائمة جزئية 25 نهاراً 17 ليلاً. وجازان درجات حرارة عالية 34 نهاراً أجواء مشمسة وصافية 28 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله. ننتقل إلى المناطق الشرقية والدمام 35 درجة نهاراً 24 ليلاً أجواء مشمسة وصافية. حفر الباطن 39 درجة مئوية أجواء غائمة جزئية و25 درجة مئوية بتسجلها ليلاً. الإحساء درجات حرارة عالية 40 نهاراً و25 درجة مئوية بتسجلها بإذن الله. أخيراً مناطق الوسطى والعاصمة الرياض 37 نهاراً 25 ليلاً. بريدة 36 نهاراً 23 ليلاً. وحائل 34 درجة مئوية نهاراً غيوم متفرقة نهاراً، وتنخفض ليلاً إلى 22 درجة مئوية بإذن الله ودائماً الله تعالى أعلى وأعلم. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب لحظة بلحظة. إلى اللقاء.